علشان خلاص عالست الاقي، والاكيد ان احنا حنروح كلنا. وانت يا اهلي اللي باقي انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. Thank you.
مش مجرد اسم او شعار، مش بس لون فانيلا يشبه دمنا، مش بس فرحة بكل في لحظة انتصار، ده معنى عايش فينا جوه قلبنا. فرحته من فرحتي ذكريات عمري معاه، هو سر قوتي اسمه عندي بالحياة. الأهلي اسمي في القلوب بحروف دهب، مجد اتبنى في سنين طويلة متعب بإيدين جدودنا. الأهلي هو الأهلي علشان متسبب، وفي كل وقت يعلي دايما في السماء راية بلادنا. نادي المبادئ والمثال للاحترام، ومش مجرد نادي يعني، والسلام ده بألف معنى.
ألف مليون مبروك. الحقيقة ليلة سعيدة بجميع المقاييس، منظر مبهر، النادي الأهلي على منصة التتويج ومصر تحتل المناصب الثلاثة الأولى في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة. منظر جميل على أرض مصر الحقيقة، يعني ما فيش أروع ولا أجمل من كده. كابتن فؤاد، يعني تعليقك على هذا المشهد الرائع. طبعا النادي الأهلي يفوز بالبطولة، ينجح بالتنظيم، وكرة الطائرة المصرية تحتل المناصب الثلاثة الأولى. هذا شرف كبير لكرة الطائرة المصرية، شرف كبير للنادي الأهلي، حسن التنظيم والفوز بالكأس بعد ما حصل من أسبوعين ثلاثة على كأس نفس البطولة للسيدات. النهاردة كان في 24 فريق أفريقي موجودين، أيضا كان في الحقيقة تسليم كأس لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة فوزه بفترة رئاسية جديدة. كم كنت أتمنى أن يشرف هذا الحفل كل من معالي الوزير خالد عبد العزيز والمهندس فرج عامر. مهندس فرج عامر له فرقة كان موجودة برضو وحصلت على ميدالية، والاثنين كبار المسؤولين في الرياضة. طب كابتن، هستأذن حضرتك، معانا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي. أهلا بك يا سيادة العميد. الله يخليك كابتن أيتم. الله يخليك. ألف مليون مبروك. أسمع حضرتك طبعا تعلق على إيه على هذا التنظيم الرائع وهذا المجهود المشرف وفي النهاية الإنجاز الكبير بالبطولة. يا فندم مليون مبروك للنادي الأهلي وجماهيره وأعضاء النادي الأهلي الجماعة العمومية ومجلس إدارته برئاسة كابتن خطيب. أنا بس كنت أحب أوصل رسالة كابتن خطيب. هو اتصل تليفونيا أولا بكابتن عاصم حماد المدير الفني لكرة اليد وهناه وهني فريق كرة اليد على الفوز بمباراة النهاردة في نهاية الدوري في الدور المجمع فوزه على الزمالك، وطلب منهم اللي احنا نقفل صفحة المباراة ونركز في السوبر الأفريقي إن شاء الله وبطولة أفريقيا عشان ده الأهم بالنسبة لنا. طبعا الحمد لله رب العالمين، فريق البنات الطايرة حفروا اسمهم في تاريخ النادي الأهلي، وده اللي كابتن محمود النهاردة برضو حرص اللي هو تواصل مع كابتن ميدو صلحي المدير الفني لفريق الكرة الطايرة الرجال اللي شرفونا النهاردة وشرفوا النادي الأهلي وشرفوا مصر قبل النادي الأهلي عشان خاطر الفوز العظيم اللي عملوه. بلغهم تهنئته وبلغ ميدو اللي هو بلغ الفريق تهنئته واللاعبين واحد واحد والجهاز المعاون والجهاز الإداري بالكامل، وقال لهم انتوا حفرتوا اسمكم في تاريخ النادي الاهلي بالبطوله اللي انتوا ضفتوها لزراب البطولات، ودايما ان شاء الله باذن الله في انتصارات ان شاء الله. سياده العميد، يعني حضرتك النهارده وجود الجماهير بهذا العدد الكبير جوه صاله النادي الاهلي وكان يوم رائع وكان تابلو جميل والتنظيم كان رائع، حضرتك تحب تقول ايه في يعني دخول الجماهير بالشكل الكبير ده والشكل العظيم ده ومؤازره الفريق والخروج ايضا بالنظام، يعني تحب تقول ايه حضرتك عن اليوم الجميل اللي شارك فيه الجمهور يا سياده العميد؟ ده جمهور النادي الاهلي الحقيقي، ده جمهور النادي الاهلي اللي هو اللاعب رقم واحد دايما في الملعب. النهارده لما تشوف الصاله المغطاه وفيها جماهيرها وهي بتهز الصاله في كل لحظه فيها السكور بيقرب، تعرف كويس قوي قيمه الجمهور وقيمه جمهور النادي الاهلي اللي احنا دايما حاطينه قدامنا وهو نمره واحد. بس جمهور النادي الاهلي